السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حمزة الفاضلي، واليوم تنتلاقاو في تجديد اللي غيكون فيديو تقديمي للدورة التكوينية في الهندسة الطرقية من الصفر للاحتراف. دورة تكوينية غنشوفو فيها مبادئ الطرق، غنشوفو فيها كيفاش نصوبو لي بلون في بيرو ديتود من ا حتى لزيد. يعني واخا ما تكون عندي حتى شي خلفية على الطرق، ان شاء الله في خلال هاد الدورة التكوينية تنضمن لك انك غادي تتعلم كيفاش تصاوب لي بلون كاملين. شنو خصك دير في الشونتي، كنتي تكنيسيان او لا كنتي انجينيور، وشنو خاصني ندير مثلا في البيرو ديتود او لا كتقني في وزارة الى اخره. دونك هذه دورة تكوينية متكاملة، نتعلمو ايضا حتى لي زيسي لابوراتوار لو ديمونسيونمون ديال لا شوسي، يعني كيفاش نعرف مكونات الطريق. ندير ديمونسيونمون، راه كاملين كتعرفوا سي كوا لو ديمونسيونمون، ابعاد، يعني نلقى ابعاد ديال الطريق. دونك هذا الشهر الاول لو موا 1، دونك فوالا لو موا 1 في 10 ديال الحصص، دونك من الصفر للاخر. فمثلا الحصه الاولى غنتعلموا فيها شنو هما انواع الطرق، الحصه الثانيه غنشوف فيها مفاهيم حول الطرق، الحصة الثالثة غنتعرفوا على لي بلون، الحصة الرابعة غنشوفوا لي كوش دو لاغوت. مثلا فوالا، مثلا هنا لي كوش دو لاغوت، فوالا هنا غتلقاوني مثلا كنصور في القسم، فوالا دونك هنا غتلقاو مثلا انني كنصور في القسم، يعني الحصص ديالنا الى اخره، يعني كانك حاضر معنا في القسم. الحصة السادسة، السابعة، الثامنة الى اخره. دونك هنا تسعود ديال الحصص كاينين في الشهر الاول، بالاضافه الى حصه ديال التمارين، يعني هي الحصه العاشرة. الشهر الثاني، اذا الشهر الثاني اللي غيكونوا فيه سبعة ديال الحصص. دونك غيبداو من ديمونسيونمون، يعني ندخلوا للديمونسيونمون، داكشي منظم. دونك غتدخل ديمونسيونمون غتلقى كلاسيفيكاسيون دي سول، كالكول دي ترافيك، ليزون كليماتيك et l'utilisation du catalogue. دونك فمثلا انا كلاسيفيكاسيون دي سول، غتلقاني كيفاش نكلاسي لي سول، الحصه الاولى، الثانيه، الثالثه الى اخره، يعني داكشي منظم كانك في القسم. لو كالكول دو ترافيك حتى هو 0 1 ايترا. دونك فرا دوره متكامله، اي حاجه تلقاها مع الدوكيمون ديالها، يعني راه فورماسيون غيش 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 ايتسيت مزيان. دونك هنا غادي نتعلموا كيفاش نخدموا في لي لوجيسيال، نخدمو باوتوكاد، كوفاديس، جلوبال مابار الى اخره. هنا تراسي دو لا روت، غنتعلمو حتى لي نورم ديال لي روت دونك راه دورة متكاملة. هنا تراسي غادي نخدمو على واحد فوالا، يعني سي تي انفورماسيون لي براتيك، و ان شاء الله تستافدو منها مزيان. هنا ليتود هيدرولوجيك، يعني كيفاش تيليشارجي لي كارت توبوغرافيك، كيفاش تيليشارجيهم، هيا جي بي تيليشارجي لا كارت، كيفاش نلقى لي باسان فيرسون. يعني راه فورماسيون متكاملة. الشهر الثالث ها هو، اذا الشهر الثالث غنشوف فيه لي ترافو شونتيي، غادي نخدمو كيفاش نلوحو الطريق ديالنا على جوجل ايرث باش نعرفوا لي كونترانت جيولوجيك لي كونترانت توبوغرافيك. هنا كيفاش نخدمو باوتوبيست فقط نصوبو لي روت بلي نور. هنا غيكون اكزرسيس، يعني غتكون واحد لي تيود دو ا ا زد خاصكم تخدموها في الدار وتصيفطوها ليا. هنا غيكونوا لي زيسي د لابوراتوار. خامسا غيكونوا لي ترافو دو شونتي، وهنا غادي تستافدو من واحد لا دوكيومونطاسيون لي مهمه بزاف. هنا ترافو دو شونتي يعني مهم، نعرفوا انواع ديال البيتيم، نعرفوا كيفاش كدوز الخدمه في الشونتي الى اخره. دونك فوالا، راه في دوره في الطرق دوره متكامله. وهنا كما تعرفوا بسبب هذا الحجر الصحي فغيكون تخفيض 50% مهدات من معهد سيفن ارت، يعني غيكون تخفيض ديال 50% في هاد الدوره. اذا بالنسبه للناس اللي باغيين يتسجلوا في الدوره، فما عليكم الا تواصلوا معايا بالرقم اللي كيظهر هنا في الشاشه. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.